السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم طيبين يا رب، إن شاء الله صحتكم طيبة. طبعا حبايبي غبت عليكم 4 أيام، صدقوني يعني الـ4 أيام هذه كأنها 4 سنوات. طبعا سبب الغياب هو بعض الالتزامات، في ناس كثيرة يعني بصراحة الفترة هذه رغم أنه رمضان وكل حاجة، لكن يعني جابريني أنه يحجزون عندي قراءة للضرورة، يا أم مسك للضرورة، فللي يبي للضرورة أوكي تمام، للقراءات الخاصة ولأعمال تنظيفات الطاقة إن شاء الله. طبعا حبايبي اليوم رح يكون عنوان الفيديو مواصفات شريك المستقبلي، أو الشخص يعني إيش شكله، ظروفه، حاله، أحواله، كل اللي في خاطرك يعني عن مواصفات، كشف كامل من خلال قراءة الفنجان. أوكي، طبعا كل ما عليكم فقط هو أنكم تختارون ما بين الحجر الأخضر كقراءة أولى والحجر البيج كقراءة ثانية، تمام؟ والقراءة راح تكون بإذن الله السميع العليم قراءة مميزة جدا، وطبعا أنا أعرفكم كلكم تحبون قراءات الفنجان، فيا رب يكتب لكم الخير إن شاء الله. للي أول مرة يشاهد هذا الفيديو أو تشاهد قناتي لأول مرة، لا تنسى أنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله، راح تنزل لكم القراءة المجانية كما دائما أوعدكم دائما وأبدا إن شاء الله. طيب خلينا نبدأ بالقراءة رقم 1. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع أصحاب القراءة رقم 1، خلينا نعرف إيش أحوالكم، أخباركم، ظروفكم، كل حاجة إن شاء الله. قراءة رقم 1 الحجر الأخضر، طبعا راح تجد الحروف في صندوق الوصف أو في أول التعليق، تمام؟ قراءة مليئة، مليئة بالأحداث أصحاب المجموعة رقم 1، مليئة بالأحداث عندكم، قدموا لك كثير أشخاص وينعجبوا فيك كثير ناس، بس المشكلة إنه شوية أحسك كذا كئيبة مش سعيدة، يعني أنا ما بشوفك سعيدة صراحة، كأنك قاعدة تقولي لي أمسك معلش، يعني أنا صح إنه بيتقدموا لي أو بينعجبوا فيي أشخاص كثيرة، بس أنا صراحة يعني ما دق قلبي لحد، كأنك قاعدة تلومي نفسك أحيانا على إنك تطنشي بعض الناس وتطلعيهم من حياتك، وفي نفس الوقت تقولي لا معلش يعني ما هو نصيبي، هذا ما هو نصيبي، وهذا ما حبيته، وهذا مو نفس الليفل يعني اللي أنا عايشة فيه، وهذا متعصب وهذا متشدد، كل مرة تعطين يعني معلش عذر عشان تأجلي موضوع، خلينا نقول تأجلي موضوع زواج. أوكي، يمكن إنه صاحبة هذه القراءة عندك شخص في حياتك عشان كذا أنت تأجلي أمور الزواجات، يعني قاعدة تقنعي أهلك بالتأخيرات، لأنه أصحاب القراءة هذه متأخرين كثير في الزواج ترى، أوكي؟ عندكم تأخيرات كثيرة، والتأخيرات سببها إما مماطلة من عندك أو مماطلة من شريكك، أو إما يعني أشياء عاكستك، عراقيل، السحر، أي حاجة يعني قاعدة تعرقل لك حياتك، عين، حسد، يعني فهمتم؟ يعني في شيء قاعد يعرقل ما أعرف إيش هو، طبعاً هي قراءة عامة ما نقدر نحددها إلا بالقراءات الخاصة يا بنات، تمام؟ كبيرة سن، مو صغيرة، مو عشرينية، أغلبكم هنا اللي طالع لي يمكن تكوني عشرينية، بس أغلبكم نتكلم من 30 وفوق، أوكي؟ أصحاب هذه القراءة أمور المادية طيبة، الأمور المادية كويسة، مادياً أنت مقتدرة، لكن لما نجي نتكلم عن أمور العاطفة بأشوفك فعلاً يعني أقول لك تعبانة، يعني معلش أمسك أنا أبغى يعني معلش أبغى ألاقي إنسان كويس، هل بألاقيه من خلال قراءة الفنجان اليوم؟ هل بيبرد قلبي وأرتاح وألاقي شريك حياة مناسب؟ أنا بقى أبشرك طبعاً هنا للكثير منكم يعني نقول 90%، تمام؟ نحن إذا بنتكلم عن 10 فاستثنائية، أوكي؟ شيء استثنائي، لكن نتكلم عن نسبة وأغلبية منكم هنا 90% العازبات اللي ما عندها أحد في حياتها، بتقدم لك شخص إن شاء الله في القريب القريب، وفي غضون الأربعة الأوقات الجاية، الأربعة أيام، الأربعة أسابيع، أو الأربعة شهور هذه الجاية إن شاء الله، أو احتمالية على شهر 4 هذا بإذن الله إبريل، أشوف إنه متقدم لك شخص كويس جدا. بالنسبة لهذا الشخص هو بيكون إن شاء الله شوي في عندكم بعض الاختلافات، أو إنه الآن هو مش موجود في نفس دولتك، أوكي؟ يعني يقدر يكون إنه في دولة أخرى، أو إنه مسافر، أو إنه
على ابواب جايه بيجيكي او بتسافرين لها او بيسافر لك في سفره او في خط سفر بينك وبينها على العموم، تمام؟ الشخص هذا طالعين لحروف، انا بقول لكم الاسماء والحروف اللي مبينه عندي، تمام؟ لكن على اخر القراءه. اما هنا بنتكلم كشكل وكمضمون وكل حاجه عن هذا الشخص. اول شيء يا حبيبتي، الانسان هذا اقول لكم بينك وبينه خط سفر، ويقدر يكون في اختلافات بينكم بسيطه، اختلافات في الفارق في العمر، فارق في المستوى الاجتماعي، المستوى المادي، في شيء فارق، اوكي؟ حتى في الامور الاجتماعيه، يعني مثلا هو مطلق وانت عازبه، او هو اعزب وانت مطلقه، شيء زي كذا، في اختلاف يعتبر مقبول للعائلتين، اوكي؟ يعني مش راح تعترضون اي مشكله في الموضوع. السنه هذه ان شاء الله بتتزوجوا، بتفرحوا، بتنشال العقدة اللي عندكم، عندكم عقدة ما هي راضية تنفك، إن شاء الله إن شاء الله السنة هذه بتنفك وبتتزوجي وبتدخلين القفص الذهبي إن شاء الله. عندكم خطوط سفر يا بنات، عندكم خطوط سفر مع هذا الشخص، فاحتمالية إنه هذا الرجل يكون موجود برا البلد أو يكون من محافظة أخرى، تمام؟ بالنسبة لهذا الرجل هو طويل القامة، بإذن الله بيكون طويل القامة، طويل القامة، رفيع البنية أو متوسط البنية، نوعا ما رياضي، حتى بالنسبة كشغل وكل حاجة بيكون شغله عنده وظيفتين، وظيفة قارة، وظيفة يمكن في هذه تلك الدولة، أو إنه وظيفة بزنس حر أو عن طريق الأونلاين، يعني يقدر يشتغل أونلاين في نفس الوقت. المهم عنده وظيفتين، وظيفة قارة لا إله إلا الله، ووظيفة رسمية حكومية وفي الدولة وتتبع الدولة، والله أعلم يعني، تمام؟ بالنسبة لهذا الرجل عنده ما يعني ما أقدر أحدد لك، بس أقول لك إنه سبق لها الارتباط بطريقة علنية، يعني يقدر يكون سوى خطوبة بطريقة علنية أو عقد قران أو ملكة أو زواج أو حاجة، أوكي؟ ما أقدر أحدد لك هنا لأن قراءة عامة، بقول لك هل عندها عيال أو هو تزوج فعليا أو لا، هذه بالقراءات الخاصة بكل صراحة، وبالقراءات الفي اي بي بالأساس أو القراءات العاطفية المفصلة. لكن اللي بقول لك هنا إنه الشخص هذا الآن مفكوك من كل مسؤولية، يعني إيش عنده مسؤولية زواج ما هي موجودة، مسؤولية خطوبة أو مسؤولية حرمة وراه ما هي موجودة، هو الآن حر طليق، أوكي؟ قاعد يفكر فقط في أمور البزنس. طيب هنا كأنك تسأليني، طيب يا أمسك كيف الشخص هذا بيتقدم لي، متى وكيف وين وإيش بيصير، يعني فهمتي؟ يعني كأنك تسأليني طيب يا أمسك وين بلاقي هذا الشخص. أنا قلت لك في ظرف الأربعة أوقات بيدخل حياتك الرجل هذا، ومن هنا لآخر السنة، يعني من فترة سماعك القراءة لين آخر السنة بنشوفك متزوجة في هذه الفترة، الأشهر هذه المتبقية من السنة، تمام؟ يعني كم باقي لنا احنا؟ والله ما أدري، ثمانية وما أدري كم شهر، ثمانية شهور تقريبا، تمام؟ طيب زي ما قلت لك إنه بالنسبة لموضوع لا إله إلا الله محمد رسول الله، موضوع تاريخ زواجك من هنا لآخر السنة، أما بالنسبة لتاريخ لقائك بهذا الشخص في ظرف الأربعة أوقات، تمام؟ أربعة أيام، الأربعة أسابيع، شهر أربعة هذا، أو الأربعة شهور الجاية إن شاء الله. أنا الشيء اللي عجبني في القراءة إنه هذا الرجل يعني خالي من المسؤوليات كلها، يعني حتى لو كان مطلق ما بشوف إنه عليها التزامات، فاحتمالية كبيرة إنها يكون مو من يعني مو ما عندها عيال، ما عندها أطفال. بس الشيء اللي عجبني فيه إنه بار بأمه وأبوه، وإنسان مرضي والدينه، وإنسان محترم جدا، وإنسان حنون جدا، تمام؟ طبعا هنا بالنسبة لشغله فيه تنقلات يا بنات، شغل فيه تنقلات، يمكن انه يسافر او فهمتي، لانه اصلا يعني لما بيتقدم لك هذا الشخص ويجيكي بيكون جايك من خط سفر، اوكي؟ بالنسبه لموضوع الشكل، اشوف انه زي ما قلت لكم طويل القامه، اسمر يعني ايش بقول لك، حمط البشره او اسمر البشره، عيونه كذا يعني عيونه كذا حلوة، فهمتم؟ يعني كبيرة وواسعة وحلوة، عنده رموش كثيفة، حواجب كثيفة عريضة، شعر حلو، كل حاجة فيه حلوة، أوكي؟ بس عنده حاجة، يمكن إنه عنده شامة
في خشمه او جبينه، خشمه او جبينه بالنسبه للشامه، تمام. بالنسبه لهذا الشخص زي ما قلت لكم انه اول حاجه يعني متوسط البنيه، رفيع البنيه، وطويل القامه ان شاء الله بتتوافقون يعني كشكل وكطبع، تمام. بالنسبه لكيفيه لقاء هذا الشخص او وين بتلاقوه ان شاء الله، في شيء، في صدفه راح تجمعك بطريقه جميله جدا مع هذا الرجل، في صدفه حلوه جدا راح تجمعك. هنا القراءه مش محدده، اما عن طريق واسطه، الواسطه تكون يكونوا اشخاص، او عن طريق السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا يعني تكون واسطة كذلك، تعتبر واسطة من الوسائط اللي تتعرفون فيها على الأشخاص، أو إنه بتمسكين خط سفر وتلتقين في هذا الشخص الجديد، أوكي؟ إذا تقولي لي أنا معلش أنا ما بسافر، فيمكن احتمالية إنه هذا الشخص يمسك خط سفر لبلدك وبيشوفك في بلدك، أوكي؟ طبعاً بالنسبة لي زي ما قلت لك إنه العقدة اللي يعني العقدة اللي عندك واللي في حياتك هذه بتروح إن شاء الله وبتختفي. مش بس أنت فرحتك في البيت، في عندك فرحتين، يعني فرحتك وفرحة واحدة ثانية في البيت، وفرحة لأنثى تقدر تكون أختك، whatever يعني، المهم عندك فرحة ثانية لأنثى في البيت إن شاء الله، أوكي؟ طيب خلينا نشوف أكثر. على فكرة بالنسبة للسنة هذه احنا ما تكلمنا عن خطوبة، ما تكلمنا عن تعارف، ما تكلمنا عن شيء. الشخص هذا بيكون على طول يدخل معك في أمور الزواج، يعني أول ما بيشوفك رح يحس في نوعا ما انجذاب متبادل من عندك ومن عنده، أوكي؟ وهذا الشيء سبحان الله رح يجمع الأرواح، رح تتلاقى الأرواح بينك وبينه، رح يصير في ود وألفة بينك وبينه، رح تحسوا بنوع من الانجذاب والكيمياء اللي بتخلوكم يعني تتقربون أكثر بطريقة كبيرة جدا وسريعة جدا مع بعض، بحيث إنه الزواج بيكون بشكل سريع. وتقولي لي مثلا أم مسك يعني الآن أنت تقولينها، الآن تقولين كيف؟ وأنا مستحيل إنه أرمي نفسي كده وأتزوج بطريقة سريعة. طيب بس شوفي لما نصيبك ينفتح ما تعرفي من وين الخيرة تجيكي، وما تعرفي من وين الشخص هذا بيجيكي، هذا يعني الشخص هذا مرسول يعني من عند الله انه بيتزوجك وتنفتح قسمة نصيبك معاه، فما تقولي كيف ومتى وليش، او ما يعني استقبلي الطاقة بكل ما عندك من احساس ومشاعر وايمان انه ربي قادر انه يغير لك مسار حياتك ويغير لك مصيرك، يغير لك كل ما انت مثلا تشوفين شيء معقد الان، لكن ما تعرفي ربي كيف بيسخر لك الناس الطيبه وبيسخر لك ابن الحلال الكويس اللي بيخاف الله فيكي. فانا عندك عقده بتنفك، هي عقده الزواج او عقده ناس كثيره اتكلمت عليكي من ورا ظهرك او اتكلمت على عائلتك او قذفوكم وقذفوا في شرفكم يعني، فيمكن انه سبحان الله العقده هذه بتنفك، السحر هذا بيروح، الطاقة السلبية هذه بتروح إن شاء الله للي يبي حتى تتنظف طاقته وتنفك العقدة من عنده إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد، بتتيسر أمورها إن شاء الله. ويمكنكم التواصل معنا على رقم الواتساب للحجز والاستفسار. طبعا بأشوفك بإذن الله بتصيري وردة مفتحة، بتشرقي من جديد، الحزن اللي كان عندك كله بيروح، طريقة الاشمئزاز أو إيش بقول لك اليأس الإحباط اللي عندك هذا كله بينتهي، يعني كل ما تركتيه 2020 21 و 23 عفوا 20 21 و 22، 3 سنوات كانت 3 سنوات بائسة بامتياز، ما كانت سهلة على صاحبة المجموعة رقم واحد، لكن بأبشرك بتبتدي من 2023 أوكي بإذن الله، إذا مو بشهر 4 بداية من شهر 6 بتقع عندك انفراجات كبيرة من شهر 6 لين آخر السنة، تمام؟ يعني كأمور عاطفة، كأمور حب، كأمور زواج، كأمور ارتباطات، أنا شايفة إنه صاحبة هذه القراءة محظوظة جدا إنها شاهدت هذا الفيديو، ورح تعرفين عليه هذا الشخص، وفي عندك يعني حب يعني بشكل كبير وسريع زي ما قلت لكم، وهذا بيخلي بصير كيمياء، اوكي؟ بصير في توافق كبير، حتى لو زي ما قلت لكم في بداية القراءة انه شوي في اختلافات كبيرة، يعني في اختلافات بسيطة، لكن مش راح تكون يعني تسوي لكم مشكل كبير بين العائلتين، بالعكس
عائلتك كويسة رغم الاختلافات اللي بينكم، رغم يمكن ان مستواها المعيشي احسن منك او ظروفها المادية احسن منك، لكن رح تحبي ورح يزودك، مش رح ينقصك، رح يكون انسان كريم ومعطاء. فقط كوني وفية لهذا الشخص، لان المشكلة عنده متعرض يمكن للخيانة، ومتعرض لبعض الشكوك، او متعرض لبعض الازمات العاطفية. فهذا الشخص بحاجة انه يلاقي انسانة فعلا كويسة وتخاف الله فيه، وهو صدقيني يعني عيونه يعطيها لك. بس خليكي إنسانة وفية وثقيلة وأبشري بالخير، تمام؟ هذا بالنسبة لأصحاب القراءة رقم واحد. طبعا أنا وعدتكم أنه بقول لكم الحروف اللي مبينة عندي، يعني شريك حياتك بيكون من هذه الحروف: حرف الباء، حرف الألف، حرف الحاء، وحرف الميم، والساء. هذول الخمس ست الحروف اللي مبينة عندي، وحرف الزاد. أوكي، حرف الباء والألف والساء والحاء والميم والزاد، هذول يعني شريك حياتك بيكون من هذه الحروف الأولى من اسمه. الحروف اللي أنا قلتها لك الآن ستة حروف، شريك حياتك بيكون من هذه الأسماء، تمام؟ يعني أول حرف من اسمه بهذه الحروف، تمام؟ الباء، الزاد، الحاء، الميم، الساء، والألف. أوكي، يا رب يكتب لكم الخير أصحاب المجموعة رقم واحد. كذا كنا خلصنا القراءة رقم واحد، عسى ربي يفرجها عليكم إن شاء الله، ونسمع عليكم كل الأخبار الطيبة. طبعا يا بنات لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وخلينا ناخذ القراءة رقم اثنين، قراءة الحجر البيج لمعرفة حالك وأحوالك وكل اللي في بالك وكل الظروف وكل الأشياء وكل الأخبار. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة زي ما قلت لكم وتفعيل الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة رقم اثنين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي القراءة، معجب، معجبين كثر، بس عندك معجب سري بينطق بيتكلم، في عندك معجب قاعد ناشب لك وقاعد يراقبك. وين انتي؟ وين موجودة؟ وين برك؟ وين مكانك؟ الشخص هذا جايك، ولو حتى هو قريب منك، ولو حتى بعيد عنك، الشخص هذا بإذن الله الواحد الأحد قاعد يراقبك من فترة طويلة ترى، وقاعد يجمع معلومات ويبي يتزوج، وهو جاد جدا. واحتمالية للبعض منكم انه الشخص هذا يكون في نفس الوقت هو الإكس. عندك اكس قاعد يراقبك، قاعد يبغى انه يرجع لك، او قاعد يتابع اخبارك. عشان طبعا انا اعطيتكم احتمالين، اما اكس يعني شخص من الماضي قاعد يراقبك، يحاول انه يسترجعك، يحاول انه يعني ندمان عليك، يحاول انه ايش بقول لك، يحاول انه يرجع كل شيء ما بينك وبينه. يمكن انه عارف قيمتك الان. بس هذا طبعا للناس اللي تبي انه ترجع حبيبها ويكون زوجها. عندكم يعني صلح بينك وبينه، عندكم حاجه راح بوادر صلح، تمام؟ بوادر صلح بالنسبه للناس اللي تبي ترجع لشخص من الماضي. هو قاعد يراقبك، قاعد يحاول يجمع معلومات، قاعد يحاول انه يكشف اذا كان عندك شخص في حياتك، او اذا انت دخلتي اوريدي في علاقه اخرى او لا، فعشان يقدر يتقدم لك. اوكي، يكون مال يده، فلوس وظروف طيبة وكل حاجة، ويرجع لك، تمام؟ أما بالنسبة للناس اللي تقول لي معلش أم مسك، أنا طفشت تام من الأكس كلهم، أنا أبغى يعني ألاقي واحد جديد. طبعا يا حبيبتي، هنا للناس اللي مش متأملة أنه حبيبها يرجع، أو أنه ما عندها أحد أبدا في حياتها الآن، وهي فعلا سنجل يعني، فبقول لك أنه عندك معجب سري يعني قاعد يراقبك من فترة الأشهر، مو بالسنوات صراحة، يعني من الأشهر للسنة فقط. أوكي، مستحي، قاعد يعني يجمع معلومات عليك، قاعد يحاول إنه يعرف عنك أكثر أمور وأكثر أشياء، يشوف محيطك الاجتماعي، يشوف دائرة علاقاتك الاجتماعية، دائرة علاقاتك مع زميلاتك في العمل، طبعك، طباعك، أسلوبك، تصرفاتك. للناس اللي تقول لي أنا ما بطلع، أنا ما بسوي شيء، يمكن إنه قاعد يشوف على السوشيال ميديا، انت
منو وايش البوستات اللي تنزليها وايش الصور اللي تنزليها، يعني بيحاول انه مثلا يشوف طريقة تفكيرك، طريقة معيشتك، ظروفك، ايش هو يعني، المهم قاعد يراقب، قاعد يراقب وقاعد يحاول انه كيف يعني يشوف، يعني ايش بقول لك، يشوف طريقة عشان يصارحك بالاعجاب اللي في داخله، معجب فيكي، معجب بجمالك، معجب برقتك، معجب بقوتك، شخصيتك، بحياتك، بكل حاجة انت، ايش بقول لك، يعني هو انسان محترم جدا للأمانة، يعني مو حق صياعة ولا حق خرابيط، هو انسان جدي ويبغى الحلال الطيب، ولو ما كان جدي مستحيل انه مثلا كان بأولها كان جا وكلمك، لكن هو مستحي وقاعد طول الأشهر يفكر بطريقة ثقيلة كيف بيدخل يتكلم معاك بطريقة الأمور العاطفة والحب والزواج يا حبيبتي، لأنه هو يبي يتزوج. أوكي، الشخص هذا متوسط القامة، يقدر يكون طويل بحسب طولك، يقدر يكون طويل إذا أنت قصيرة فتشوفينه طويل، أما أنا فأشوفه متوسط القامة وأبيض البشرة. أوكي، مو سمين مو نحيف، متوسط البنية كذلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلبس نظارات الشخص هذا، أوكي، يلبس نظارات وشغله دائما على الحاسوب أو على السوشيال ميديا أو على، يعني شغله أكثر شيء في النت أو شغل إداري، أوكي، يقدر يكون شغله إدارات أو حاجة زي كده، لأنه ماسك ناشب على النت، ما أدري، بس شغله إداري، شغله في الإعلام، في الصحافة، في السوشيال ميديا، في السناب، في الإنستغرام، يعني إنه مشهور في مجال عمل معين، أوكي، ممكن يقدر يكون يسوي إعلانات، يسوي تصوير، المهم الشخص هذا يلبس نظارات، أنفه طويل، فمه كبير، عيونه متوسطة مو واسعة كثير، فهمتي؟ طلعيني لي حروف بس بقول لكم عليهم آخر القراءة إن شاء الله. الشخص هذا لم يسبق له الارتباط، هو أعزب أعزب أعزب، وعلى فكرة ماسكين عليه عائلته إنه روح اتزوج، روح شوف لك وحدة، إحنا عندنا وحدة، يعني عندنا بنت عمك، بنت خالك، فهو بصراحة ضد الأمور التقليدية، هو يبغى زواج يكون زواج رسمي بطريقة فيها حب، فيها توافقات، ما يبغى ياخذ عن طريق الأهل والعادات والتقاليد، هو إنسان شوي متفتح بصراحة، نشوفه open minded، يعني مو من النوع اللي متقفل ولا متشدد ولا متعصب، لا، أشوفه أنه متحرر with limits، يعني مش كذا، في حدود، فهمتوا؟ طبعا الإنسان هذا محتشم، حتى لو أنا قلت لك إنه open minded، بس هو بصراحة محتشم وعنده red line، يعني مو إنسان كذا، فهمتي؟ لا، إنسان يخاف الله، عنده بنات كثيرة في البيت، يعني إنه يمكن يكون مثلا أخوات كثيرة، بنات خالات كثيرة، عندهم عيال كثيرة في البيت، فعشان أنا ليش قلت لك أعزب؟ لأنه عنده في بيت العائلة، هو يسكن في بيت العائلة، يسكن في بيئة بصراحة، هي بيئة بصراحة مليئة بالأطفال أو مليئة بالبنات، فمش لاقي راحته، يمكن يكون إنه هو عنده بيت الحالة كده، نعم يقدر يكون مجهز بيت، مجهز كل حاجة عشان يتزوج، لكن مش لاقي الزوجة المناسبة، حاطك في باله، يعني شايفك، سامع عليكي، جمع معلومات عنك، لكن مش قادر انه ياخذ خطوه، يخاف انك تكوني مثلا مرتبطه او عندك واحد في حياتك او انك متزوجه او انك في علاقه حب. يعني انا بنصح كل البنات اللي يشاهدون هذا الفيديو وهذه القراءه من الاخير، اذا انت فعلا عزباء وما عندك احد، لا تبيني نفسك قدام الناس انك متزوجه ومرتبطه وفي علاقه حب، لا، بيني نفسك، نزلي بوستات انك سنجل، اذا كنتي تلبسين خواتم شيليها، اذا كنتي تسوين شيء يبين نفسك انك كبيرة عمر شيلي اللوك هذا اللي انت قاعدة تسويه، حاولي انك تبيني نفسك انك فعلا انسانة سنجل وما عندك احد في حياتك، عشان هذا الشخص يتشجع. صاحبة هذه القراءة مكبرة في عمرك، يعني اللوك اللي انت بسويتيه في نفسك مكبرك، يعني كأنه أنا بعطيكي مثلا إذا أنت عشرينية بعطيكي ثلاثينية، وإذا أنت ثلاثينية بعطيكي أربعينية، وهكذا دواليك، أوكي؟
عندك ايش بقول لك، يعني شانجمون راديكال، عندك تغيير كلي وجذري في حياتك ان شاء الله العامة. يعني مثلا حبيبتي، اذا انت مثلا تبين تسوين لوك سويه، اذا تبين تغيري سيارتك غيريها، تبين تنقلين من مكان العمل انقلي، عندك نقلة، احنا بنتكلم هنا شوي يعني في امور العامة وفي امور العاطفة، عندك انت نقلة نوعية في حياتك كاملة، ويمكن بدخول هذا الشخص لحياتك سبحان الله بيضيف لك الكثير من الحب في حياتك وفي حبك لنفسك وفي حبك لذاتك. صاحبة هذه القراءة وصلت كرهت نفسها، مش طايقة نفسها، البعض منكم وصل حتى لأمور التفكير في الانتحار والموت والحزن، وصلتم إلى تقفلتم مش قادرين انكم تطلعون، ولا مش قادرين انكم تسوون حاجة في حياتكم، تحسي نفسك انك مضغوطة وانك متقفل عليك وانك مش قادرة تسوين شيء ومش قادرة تطلعي، وكل احتمالية بنات فيكم مش قادرة تطلع ومش قادرة تسوي شيء هي مثلا تحبه. طبعا جايك الشخص هذا حبيبتي بيطلعك من القوقعة اللي انت فيها، اذا كنت في عائلة ضغطين عليك بيطلعك، اذا كنت في عائلة صعبة بيطلعك منهم، اذا كنت انت تعاني مشاكل عاطفية او نفسية او تحسي انه يعني ايش بقول لك، يعني خلاص امسك انا فقدت الامل في الزواج، فجايك شخص هذا يدقدق بابك، يدق بابك عشان يقول لك انا موجود، لا تفقد الامل. يعني الواحد يعني ما بيفقد الامل في الله سبحانه وتعالى، هو اللي يغير الاحوال، هو اللي يغير الاقدار، هو اللي يكتب ما بين السطور، هو اللي يجيب لك الناس، والله لو تكون من ورا البحار يا بنات. فخلوكم كذا يعني معلش مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي يغير الاقدار، وفي نفس الوقت كل ما على الانسان انه يسعى، يسعى عشان يغير قدره ويغير اموره ويجتهد عشان يجيب نصيبه. معلش انت قاعده في مكان كذا ومقفله على نفسك وتبين شخص يتقدم لك، بالله عليكم كيف؟ انا ما مستحيل يعني، وين بشوفك طيب؟ وين بشوفك اذا ما تطلعي وما تتشيكي وما تحبي نفسك؟ ترى محبتكم من نفسكم تخلوا الناس تحبكم، اوكي؟ انا يعني بعطيكم يعني من بين الاشياء اللي بشوفها، ما اقدر انا اقرا واشوف شيء وما اقول عليه، اوكي؟ حتى لو احنا نتكلم عن مواصفات الشريك. الشخص هذا جايك من الباب الكبير وبيتقدم لك في غضون الوقتين ان شاء الله، يومين اسبوعين شهرين باذن الله السميع العليم، اوكي؟ وعندك شهر 12 ديسمبر هو في شيء بيحصل معك. المهم انت شوفي من تاريخ سماعك القراءه هذه كل شهرين بيحصل معك خبر حلو في علاقتك بهذا الشخص. يعني صاحبه هذه القراءه مثلا خلينا نقول انت بعد تاريخ سماعك القراءه هذه بعد شهرين تتعرفي على هذا الشخص، وبعد شهرين من التعارف راح تتطور علاقتكم ويكون فيها زواج، وبعد شهرين بعد يعني 4 شهور بعد شهرين ثانية يحصل بينكم ملكة وزواج، اوكي؟ لين ما نوصل ان شاء الله لشهر 12 الا بشوفك متزوجة ومريحتيني يا حبيبتي ومتزوجة، وبسم الله ما شاء الله عليكي في ألفة وهنا وسعادة، والله يسعد جميع المشاهدات يا رب العالمين. طبعا خلينا اقول لكم يا بنات الخير قادم، الخير قادم، ما تستغربي من شيء، ربي كاتب لك الخير، ومن ترك لله شيئا عوضه خيرا. انت تركتي علاقات فاشله وتركتي علاقات متعبه وتركتي علاقات تتعبك وتحزنك وتنقصك وتتعبك، جايك ربي جايب لك ربي شخص هديه من الله سبحانه وتعالى عشان يعوضك عن كل الالم اللي عشتيه. بالنسبة لهذا الرجل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ظروفها المادية طيبة جدا، طيبة جدا جدا، هو من عائلة متميزة ومن عائلة كويسة ومن عائلة محترمة جدا ونظيفة بعد، وقلت لك عنده بنات خوات كثيرة، بنات أو بنات خواته أو من يعرفين، بس ما شاء الله البنات أكثر من الأولاد عندهم في الشسمة في العائلة، مدلل للأم والأب، مرضي والدينه، مرضي أمه وأبوه، بار بوالدي، إنسان محترم. على فكرة بقول لك شيء بيزعلك شوي، يمكن إنه بحكم شغله فالبنات وراه بصراحة، يعني البنات وراه وبنات عمه وراه وبنات خالاته وراه، بس هو ما يبغى، هو حاط النظر عليكي، حاط النظر عليكي. صدقيني في ناس كثيرة قبلكم، يعني أنا الحين لي بندخل السنة السابعة في قناة اليوتيوب،
في بنات كثيرة بتقول لي مستحيل بلاقي شخص، مستحيل بقى أتزوج عن طريق النت، مستحيل أتزوج عن طريق موقع تعارف. يعني من بين القراءات مثلا بقول لهم تتزوجي عن طريق موقع تعارف أو شيء، إلا وترجع لي وتكتب تحت الكومنت أم مسك أنا ماني مصدقة، أنا تزوجت شخص بمواصفات أنت ذكرتيها مرة في قراءات تقدر تكون خاصة أو مجانية أو قراءة عامة، يعني زي هذه القراءات. تمام؟ فلا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيغير الأقدار ويغير الأحوال، عسى رب يغير أحوالكم للأحسن والأفضل. طيب بقول لكم ظروفها المادية بسم الله ما شاء الله، والده عنده فلوس متريش، عندهم محلات، عندهم أشياء، يعني إيش بقول لكم، أشياء يمكن تجارية، أشياء فيها شراكة بين أعمام أو بين أخوال أو بين أخوان، الله أعلم، بس عنده شراكة في نفس الوقت رغم أنه هو شغله أونلاين. أوكي، إيش بقول لكم، عند البنات عنده قبول، الشخص هذا مقبول، يعني وجها وشكلا وابتسامة وكلاما إنسان مقبول في المظهر والشكل والأسلوب. فبصراحة وينك، خذ خطوة لهذه البنت وفرحها وفرح قلبها وتقدم لها للزواج، قولي أنا استقبلت الطاقة هذه بتاريخ، خلينا نشوف التاريخ اليوم كم، بتاريخ 8 أبريل 2023، إذا أنت طبعا شاهدي هذا الفيديو بأي تاريخ تكتبي تاريخ الفيديو، استقبلت الطاقة يا أم مسك بتاريخ كذا كذا كذا، وعسى ربي يغير لي أحوالي وأقداري، وإن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد من ترجعي لهذا الفيديو وتكتبين تحت الكومنت اللي كتبتي أنه تقدم لك الشخص اللي بالمواصفات اللي ذكرتها لك. طبعا الإنسان هذا أنا أعطيتك مواصفات شكلية صح ولا لا، قلت لك أنه متوسط القامة متوسط البنية، ليس بنحيف وليس بسمين، وأبيض البشرة، شعره كثيف، أوكي، عند لحية بسم الله ما شاء الله، مبسمة حلو، ابتسامته حلوة، أنفه طويل، إيش بقول لك، يعني أصابعة طويلة وعندها عروق في يده، مبينة، يعني كأنه فهمتي من الميزات اللي تحبها البنت في الرجل. ما عنده صراحة أي حبة خال أو شامة ما بشوف، لكن ما أدري يمكن عنده شيء، يمكن عنده جرح في الوجه، عنده جرح بسيط في الوجه، بس تقدري انك تعرفي تميزيه عن باقي الاشخاص اللي داخلين في حياتك. اوكي، طيب بالنسبه لهذا الشخص متى يتقدم لي يا ام مسك، انا ابغى اعرف متى يتقدم. انا قلت لك في ظرف الشهرين ان شاء الله، من تاريخ سماعك القراءه هذه في ظرف الشهرين بيتقدم لك، بياخذ خطوه في اموره الارتباط ان شاء الله، بيتقدم بيصارحك انه معجب فيكي، انه رايد انه يصير بينكم شيء، علاقة جدية وكل حاجة. كاختلاف ماني شايفة اختلاف كبير، بالعكس الاختلاف يولد الثراء، وشايفة انه الانسان هذا محترم جدا، يعني ايش بقول لك، open minded، يعني بالعكس رح تحبي حالك معاه. اوكي، رح تحبي حالك معاه بدل وجوه النكد اللي دخلوا لحياتك، بدل وجوه النكد اللي نقصوك ونقصوا واخذوا فرحتك وطلعوا. اوكي، بتسافري كثير معاه، في سفرات كثيره، في تالقات كثيره، بشوفك نجمه ساطعه، بتتخلصي من ضغط الاهل اذا انت كنت مضغوطه من اهلك ومن ناسك ومن حبايبك وما كانوا طيبين معاكي، بيكون هو الاب وهو الاخ وهو السند وهو الزوج وهو الاب والسند الحنون ان شاء الله، عسى ربي يجمع الاقدار. شفتي هنا كيف هو وراكي وانت قدام، انظري حواليكي الشخص قريب منك يا بنت، والله لو يكون على السوشيال ميديا او يكون زميلك في العمل او يكون زميلك في الدراسه، هو موجود في حيك في 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 مسكنك في عائلتك، ايش بقول لك، موجود، ما اعرف وين موجود، يعني قراءه عامه هي، انا ما اقدر احدد الا بالقراءات الخاصه، وما اقدر اقول لك تاريخ الزواج الا بالقراءات الخاصه، ما اقدر اقولها في القراءات العامه، بيشاهدونها الالاف. تمام؟ طيب بالنسبه للحروف اللي مبينه عندي، اول شيء خليني اقول لكم كعمر، يعني بالنسبه للعمر مش كبير، ترى مش كبير، تقريبا بينك وبينه 7 أشهر أو 7 سنوات فرق في العمر على أقصى حد. تمام؟ 7 سنوات 7 شهور، مو كثير. يعني بالنسبة لي الحروف اللي مبينة عندي، حرف ألفا ألفا، حرف التاء،
حرف العين، الفاء، التاء، العين، الراء، النون، الفاء، التاء، العين، النون، حرف الماء ميم، بعد حرف الميم موجودة، حرف الراء زي ما قلت لكم عليه قبل شوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحرف الكاف، هذول الأبراج اللي هذول الحروف اللي مبين عندي اللي بيكون شريك حياتك من هذه الحروف الأولى من اسمه، تمام؟ عسى ربي يسمعني عليكم كل الأخبار الحلوة، عساني أشوفكم في أعلى المراتب، في أعلى المراكز يا رب العالمين، عساكم تلاقون شريك حياتي خاف الله فيكم يحبكم زي ما أنتم، بعيوبكم، بإيجابياتكم، بسلبياتكم، أنا أتمنى لكم كل الخير والسعادة يا رب، يحقق لكم أمانيكم يا بنات. خلصنا القراءة ولا تنسوا للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.